السلام عليكم. عليكم السلام. مشاركين ولا جمهور؟ لا والله من الجمهور. ايه عشان عشان بكرة نوارة. طبعا نوارة ان شاء الله. والله شفتها صراحة شوط حماسي، وكل سنة يزيدون المشاركين يزيدون الجماهير، متحمسة جدا. هلا والله. لا مشاركة، كنت مشاركة الحين جمهور. اي جنن مرة، احلى من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان حلو، بس السنة دي مرة غير احلى. وكل مالا ان شاء الله من نجاح الى نجاح. فكرة المشاركة متى بدأت؟ متى بديت تخططين؟ والله الأميرة نورة نادت ولبينا، والأميرة نورة زي ما قلت هي موجودة معنا في كل مكان، في البحث العلمي وبكل حياتنا، بالبر بالصحراء. فأنا عندي بنت عندها شغف في تربية، في عالم الحيوان، وحبت الإبل، فأنا حبيت أفتح لها بوابة إنها تكون يعني صناعتها في المستقبل تستثمر فيها، لأنه هذا عالمها. يعني أنا عرفت إنه هي تحب هذا العالم، فأبغاها تكبر، بس أبغاها تكبر بمفهوم أكبر. فحسيت إنه لازم أستعد لهذا الموسم عشان أخلي بنتي تعيش التجربة بشكل حقيقي وواقعي تثريها وتبني عليها في المستقبل. يعني الحلم إنه بنتي يوم من الأيام تجي هنا مستثمرة ومعها منقية. الإبل جزء مني وأجدادنا إلى عن عهد قريب. أشجع على الاستثمار فيه، وأنه يكون صناعة يستثمرون فيها السيدات والبنات والشباب للمستقبل، ويكون رافد اقتصادي لنا يمثل البلد. يعني الثروة هذه يعتبر ثروة كبيرة لازم نهتم فيها، خاصة أنه اليوم الدول تخطط للحفاظ على الموروث بشكل يعني الشكل الملموس والغير ملموس. الإبل أكثر الكائنات اللي في بيننا وبينها رابط وتعاطف وأشياء غير ملموسة ما يعرفها إلا ابن بيئته اللي هو إحنا.